بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هو بيقول لي ليميت لما إكس تنس تو 2 كيوب روت لتن ماينس إكس ماينس 2 أوفر إكس ماينس 2. أنا مبدئيا عوض تعويض مباشر دايركت سبستيوشن عشان إذا ربما تطلع نمبر أو تطلع نمبر أوفر زيرو تبقى أنديفايند وتبقى خلصت المسألة. لكن لو طلعت زيرو على زيرو مش هتبقى إيه؟ مش هتبقى خلصت. طب لو أنا جيت عوضت عن إكس 2 هيبقى كيوب روت 10 ماينس 2، وهنا ماينس 2 اوفر 2 ماينس 2، هطلع اللي فوق لوحده يطلع 0، هطلع اللي تحت لوحده الترمينيتور يطلع 0. 0 اوفر 0 دي بقول له انا سبيسفايد كوانتيتي وايه؟ ونبتدي نكمل مسالتنا. انا سبيسفايد كوانتيتي ونبتدي نكمل ايه؟ المساله بتاعتنا. طيب هنبتدي نكملها ازاي بقى؟ المساله اللي فيها كيوب كروت وباور 3 والحاجات الغريبه دي بتمشي رول ده. بس وظيفتك ايه بس اهم حاجه؟ والله لو انت لقيت كيوب كروت 10 ماينس اكس حاول تعمل لي ده كيوب كروت لحاجه تكون معروف انها كيوب كروت لديت، مش في هما الاثنين كيوب كروت زي بعض. طب هنا تحت اكس ماينس 2، طب انا ملاحظ حاجه، اكس ماينس 2 انا ملاحظ هنا نيجاتيف اكس مش اكس بسيطه. قال لك احنا ممكن نعمل اللي تحت دي تايمز نيجاتيف كانها تايمز نيجاتيف 1، يعني دي لو عملتها تايمز نيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف اكس، نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1 هتبقى بوزيتيف. بس ثانيه واحده كده عدلت في اللي تحت خليته نيجاتيف غيرت الساين. قال لك بسيطه، انا ممكن اعمل تايمز نيجاتيف 1 قبل المساله هنا يبقى مش غلط. يبقى انا كان عملت هنا تحت تايمز نيجاتيف 1 وعملت ايه على الجنب تايمز نيجاتيف 1، يبقى انا كده ما غيرتش في المساله. بس النيجاتيف 1 ده بشرط هيفضل نازل معايا طول المساله. طيب المساله كده بقت ايه؟ ادي النيجاتيف 1 تايمز ليميت لما اكس تنس تو 2، وهنا بقت ايه؟ كيوب كروت ده انا ممكن احوله لباور 1 اوفر 3. خدنا قبل كده 200 ماينس اكس قلت ده باور 1 اوفر 3، ال 8 ممكن احولها كيوب كروت 8 اخليها 8 باور 1 اوفر 3. فاحنا عارفين ان كيوب كروت بيتحول لباور 1 اوفر 3 كويس. تحت بقى نيجاتيف اكس بلس 2. طب هو ايه المانع انا ملاحظ ان في 10 ماينس 8 ب 2؟ ايه المانع ان انا اعمل دي نيجاتيف اكس والبلس 2 دي اعملها 10 ماينس 8؟ مش غلط، 200 ماينس 8 ب 2. ليه بقى انا بعمل كده؟ بنساوي ادي النيجاتيف هو نازل معايا كل خطوه ما نساويش كل ستيب ليميت لما اكس تنس تو 2. طيب هبتدي اعمل تعديل كده صغير، ادي 10 ماينس اكس باور 1 على 3 ماينس 8 باور 1 اوفر 3. تحت بقى ايه المانع ان انا اقول ايه؟ بدل ما اقول نيجاتيف اكس بلس 10 من حق اقول 10 ماينس اكس عادي، ابدل ماينس 8. طب دلوقتي انا لو انا قلت ده باور 1 وقلت ده باور 1 ايه اللي هيحصل؟ المساله كده بقى شكلها رول. شكلها رول ازاي؟ 10 ماينس اكس شكل 10 ماينس اكس، ال 8 شكل 8 ماينس ماينس، الباورز فوق 1 اوفر 3 والباورز تحت 1. انا ممكن اطلع الانسر من هنا، اطلع الانسر من هنا ازاي اهو، ما انساش النيجاتيف 1 بس معايا على طول. 1 تايمز دي تايمز اتش اكس، اعمل 1 اوفر 3 اوفر 1 ديفايدد 1، بعمل الباور ديفايد الباور، باخد 8 واحده واعمل ماينس للباور، اديني نيجاتيف 2 اوفر 3. 1 اوفر 3 ماينس 1 هيديني نيجاتيف 2 اوفر 3. طيب دي انا لو حسبتها بالكالكوليتر هتديني كل ده، ممكن اعملها على الكالكوليتر يطلع لي 1 اوفر 12. طب انا كده خلصت المساله بتاعتي. طبعا مساله جميله جدا وفيها فكره رائعه، ربنا يبارك في وضع هذه المساله. انا بصراحه ما اعرفش من كتاب ايه، ولكن هو طالب بعتها لي، بس هي مساله جميله جدا جدا جدا، ربنا يبارك اللي عملها. اذا اعجب حضراتكم الفيديو يا ريت لايك وشير واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يسمع حضراتكم كل فيديو جديد اعمله ان شاء الله، ولايك وشير هيخلي الفيديو ان شاء الله ينتشر وتعم الفائده، وربنا يجعله علم ينتفع به ان شاء الله. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.